An electron is released at a distance from a positively charged object. As the electron starts to move its potential energy. يبقى عندنا إلكترون وقريب من شحنة positive. أول ما نعمل له releasing هيقرب ليها، هينجذب ليها، وبالتالي سرعته هتزيد، وبالتالي البوتنشال هيقل. فبيسألني البوتنشال ده هيزيد ولا هيقل؟ هل gradual increases؟ طبعا مش معقولة طاقة الحركة تزيد وطاقة البوتنشال تزيد مع بعض، مجموعهم ثابت اللي هو الميكانيكال انرجي. فطالما الميكانيكال ثابت والكايناتيك بيزيد ان في حركة، اكيد البوتنشال هيقل gradual، لان السرعة هتزيد برضو gradual. هل remains constant initially decreases and then increases. بما ان الالكترون سوف يتحرك تجاه الشحنة الموجبة لان هو سالب، سرعته هتزيد، طاقته الحركية هتزيد، فاليو بتاعته هتقل. طبعا نفس النتيجة لو كان بروتون، كان ساعتها البروتون هيحصل له ريبالشن فهيبعد برضه بسرعة، فالكاريتك انرجي هتزيد، وبالتالي برضه البوتنشال كان هيقل جراديولي.